العظمة، فبات مصيرها معلقا بين قساوة الصخر وعزائم الرجال. Thank you.
ضرب الله يا مسعد. عشرة يا ابو عجل عشرة. خلف بالباقيات، خلف بالباقيات. تصير النعيش هنا حلالنا جاي يقضي يوم مرة يوم وزرعاتنا غدا تحطم لو مطر وحدة تزب مايها تاهدت ذرعنا الضيع بيه الوالد الك بيه رادة ما تقولوا لي شنو المضيعين هنا شلون موسى ها امس موش طاح عندك مطي واليوم ماتت النعيشة مال حليمة وادفع عليها كانت معشرة ان عجو حملها ولت الله احنا سالفتنا شلون والنتيجة هالحجي هذا يوجهنا خبوز والله ابويا انت ما شايفين العاصمة كثر بيها ماي وضوايات اسكت اسكت ايش كثر ضوايات ببال النصيحة تفيدوا ياكم سكتت شوفوا لكم راي فيش شوف بنزه وتكتمالها علينا عيب احنا الغرب صارخ نصلك عافية هو ما فرد يوم تشرج واذا اندار الهوى شرجي قول شبعنا معي اشوتنكم حريم بس تشتشون لا واحد بيكم قال شو نسوي تراهم بينا يا زاير اذا السما ما جاي تدبلنا ماي معنى تلقاع ما تريدنا شلون ما تريدك وإذا السماء ما ذبت لك ما شي يكون معنى ما مش ماي بغير مكان الله ويدك وين الماي اوهو عنه واحنا مشداق على ظهورنا زين لا تنمرض يا حسين ابو هاشم لا ياخذك الزوم انا بصفى عليك ابو حميد اذا انا اقول فالشي نكون كم زلام من صدق تردون تحمون حلالكم وزرعاتكم قولوا يا الله وقال نحفر بير شوفوا شلون يغرقنا بالماء نحفر بير والله بيها وجهها الاحتياج نحفر بير جاي تحت صدق الجزائر جا شنو انت تشمر ايش قلتوا نتوكل ونحفر انا وياكم انت يا هامل شوف الجماعة شو يقولون ماكو غير بويا ما تروح للبيت اي بويا لا
افتكر روحي فرحت. قلت كلكم روحوا افتكر البحث عنها. هكذا تحبيني؟ ما تخافوا منك، ايش بقعد بغيرك؟ شوفوا انتي ماما. انا ذكرت والدك وانا من مشبكه على حالك. انا خايفه. شنو اللي مخوفك؟ جاب يجيك بالليل وكل الناس محاضرة ببيوتها. ليش بس هذا اللي مخوفني؟ أنا خايفة من الدار. حسين الله عليك الله عليك لا تعرفني. وش أنت مخضلة؟ شلون أعرفك؟ أمك أحلى منك. الله ليش لان رجلك لي ورا؟ اوف حسين انت بقى انا عارف شنو رايك. الله خلينا هسه نتونس وكل شي يصير على كيفك. اوف حسين انت ما بس تصدقون هاي شو شلون ترجعك وكل شي تريده يرجع. عجل شو جاك الليله بس تحكين كانك مذكوره؟ انا خايفه من النتيجه. قلت للجماعة الليلة يدورون ويفترون ويقولون النتيجة. وين شنو بيقولون يحكي؟ وين يحكي بالي؟ أنا كل مقصدي أنت ترتاحين. قلت لهم خلينا نشيل العاصمة. لا العاصمة وشلنا؟ حسنا بلا شلون؟ قاعدي قاعدي شو جاي اختصر قاعدي؟ روحي العاصمة وين يا حسين؟ شبلاش كم نروح؟ مش وانا قرب من خمس من السالفة. اوهو شو مقصدك؟ تبي تطلع من من خشمنا؟ وين يقول؟ تتعرف راضي؟ حبيبي ابدعتي لها الزعلين. شو تتعرف؟ قال محفر بير. بير؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الله يجزيكم. يا بجمعة هلا. والله يا زهر يا مان مانجي. خاف منك. جبت الليل انت وين معزبة. سيفون على مصيبتنا. الله. أمس مش كنا قاعدين. النار جدا عمال. وهو من هو البارد. ما تقول إلا عقرب ينسى لسق. قمت. وهيت لك ظهري صيق طيخ شحنت لك ام دبي استابوقة ونمت عليها. اجيب المتحة وعاونكم. لا لا واصعد فوق التل وانبط على بطنك وخلى الشمس تحمي ظهرك. حبش حكاية. Thank you.
فاشل. خلاص مرحلة. عشان كم الحيط كنت تحفرون؟ أبوك شلونه؟ أبوي اليوم ما طلع. عشان مو وجعان؟ لا هاشم مو وجعان. بس ما طلع من البيت. وشافكم أحدكم تحفرون. اليوم خطية. روحي حسنة وديني الحطب يتحمل علي. وليش الكلوفة بميتي؟ وشكو بيها عمي؟ أنا لو قلنا كان عاونتكم. أنت الجبين تدوسي من أصحاب القاع؟ عجب ليش؟ أنا حورية ومالي. شفت؟ شفت عمي ماشي شلون تكشمر علي؟ والله كل وقت يجي لها الزهرة. أنت النسوان ما بيجهم فوق غير بس ترعى بغى أنا متحمل. هو يشوف نفسه قلنا قوي ببالك كل الناس رشيتي. عمي عندك شي خاطب أوجه لكم الحطب؟ أنا أدري أنت مو راضي على سالفة الزاير. سردنا هالرجال بحكايته. والله يا عمي لو حسنا إذا تنشد على الصدق القرية كلها قلوبها مخلوقة بلا عيمة وحايرة. لا ما تصير. لازم نشوف لنا شارة. والله الرأي قلت فلاكو أحسن منه. سالفة الزاير هم بيها باب وجواب. وانت شعليك منه؟ تدري احنا اذا رحنا من العاصمة شلون راح نرتاح؟ حسين وليدي المام تعلم زحمة عليه عيشة الولاية كل تعلم ما يراد. روح شوف الكاظم الجبر شلون عيشه جاي يعيش هناك. موش اخذ حلاله وغنمه وباعه واشتغل لشغيله قاعد على خرز ظهره لا يسأل على ماي ولا على زرع متونس. عمي هامل تدري شكو بالعاصمة؟ ولك صدق جاي تدشش السالفة بعقلي جاي هيك العاصمة الأكثر وخلزاي الراضي يدش بديرة وديت لحطبات قلت خطية باردة وأنا هالأيام ما أدري صاير بيا رجلي ما جاي توقف على المسحة وزنودي اهيسه الخضرا اشوف ما احس. وانت يا عمي ما دزيتها الا بهذا البرد ونقص له ذا نقص. خلنا نحكيك على سالفه المسحاه. تدري ابوي ايش قال لي من رحت العاصمه وجيت؟ اللي وك حسين اشوف انت من رحت ولبست الغندره بعد رجلك ما جاء توقف على الدوسه مع المسحاه. قوم اشتغل. شاهي هيك الولاية اللي يروح فيها يقعد يرتاح. تضمني مسادني شكو قديش تعطلتي؟ طارك ليش القعدة؟ شو شلي؟ اشمرني من حقبات شمر وجهي ما ادري الله يساعدكم امشي. قال زاير سلم عليك. ان شاء الله سيقولش ما يجي البيوت وتشي حسنة ابو علي جاي يشوقنا على راحة العاصمة. العاصمة؟ والله يا حسنة تلبسين هناك احسن لبس وتخلصين من الدواب وشين الحطب. قولي بيها الخير. شو تطيب يا ربح لبها؟ شبك وياها. رحمة على امك ما تجي تكبلي اذعاناتها. المقروصة ما تخليني احلبها. لا هيك. بس خليلك وهي تصبط. انا اقول لك انت اذا ما تعيني انا ما اقدر اسوي شيء. رجعت على سالفتي. انت من النسوان حتى على الحلب ما بيجي فوق. كنت تعيرني؟ دفقها فوقها. قبل ما خلصتي
الشغل هذا صرت لك قشداشة الأخرى. زهرة أشو بس ابن عمك أبساك الجدار وأنا عم أنت عندك الحيدة نظيفة لا تزوجون ما أشوف هدومي محضرة وما داريني أقطع أذانك. احنا هسه بيحة احنا هسه بترقعة البير لك هذا سميه ترقعة عمي كل هالخدمة وهاشم داما ما راضي من تزوجون كل شي يبعد بمشانه بطلتن مش منا شلون شي حصل تلعبين لعبة فروقات ايش قلوا العرسان بالسلف ونخاف منك وش قال ولا عني انا حكمة بتهامل والنعم وصلت تنعم من حسن وبحسن وش لم بالك تراسي بحكاياتك هاي في حسن مش حلاتك جنبيتي عم حسن راح يغرق وهو يمكن يحفر بعده تعالك عنه هذول لا روح الزاير راغ وقل له خلي غطح القرقين ماله لا ينفرس ماي بيه اذا يمسلك راح يجيبه بعد احسن هيا تكفها حتى تطلب النجاة على البيت يشوف شو غير محمل ماي كأنك تعبت Thank you.
عينكم. هلا ام سالم. بعدكم الدكم بطل حيلي عليكم. الناس كلها روفة المساحة داير مداير بيوتها. او تالي متالي تحت. المساحة لو تضرب بالقاع. جاهز حطها كبيرة. شخص لابن يوحي ابو هاشم كان ما واحد من الزلم يجي وعاونكم. الزلم مجدع فك حالك هالسنة. ابني لا ارحم للناس اكثر من طاقتها. ما يسوق المرضعة سوق العصا ما ينفع. ما تسكتين يا مسالم. لو شنو؟ فساد التعب وياهم. ليلي هاشم بين قضيت. لا ابوي يشقضاني. الا واحد قلبه يغضي نار. وانت قلبك ابيض مثل عين الوزة. هاك شوف جنودي ورمت. ابوي هاشم روح. روح للبيت. وبريخاتك شلون؟ شو اقول لك يا ابو هاشم؟ الهم الله. والله يا حليمه انا ما ادري شو من ربي. الا ما يهلي رسول. الله لا يضيع لك تعب. انزل عينك ابو هاشم. لا لا لا. ليش؟ هاشم راح خلي انزل اشيلك. لا 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 والله ما حط رجلك كيفك؟ اجيتكم اجيتكم يا بعد روحتي. ودعت الله يا ابو هاشم. الله يحكي. حبي لياهم للصغار. حبيتك العافية. يا فززتني. ايش خيرك ابن عمي؟ مالي خلق. عاب قلبي عليك جاي تتعب هواي. بالخير مسامي. هلا بالحبيبة. شلون عجاتي؟ شوفوا من هالمبشرات. حقن زرع ماكو يسيء عن هنا وهنا. ايه مثل الصدق جت الغيمة فرحتنا وراحت. قشمرتنا سلمت وراحت. ايه يا كنت لبيوت عجاتي. شو احنا شو نقول؟ اني غنمنا ازود من غنم كل الديرة. قلنا الله يسلمهن من الموت. ما اريد شيء. النسمة القلب. لا يا حكي أنا النسمة نحس ان قلبي تفتت. هو هذا صوتي يفتت القلب لو يا عمره. حقك بعد تبني يا ماشي يا صدري مالك صافي وروحك مستجنة. إذا علمنا يا مسامي الله يدبرها.
الحزن. جمعة تراهي تشابكت، خود الله يفرجها ونشوف ايش راح يصير. زاير هذا اليوم طالع من البير، والله زحمة. من يوم ما بلشوا بحفر البير لليوم ما صح لي اروح اعاونهم. ولا التفت علينا. ابو هاشم اعذرني، من يوم ما بديت بحفر البير لليوم ما صح. خطر وشغل التكان وانت تعرف. لا تخلي بالك ابو حميد، انا وهاشم كفين. شو جمعة راح ندلس؟ اخذ لك تكنات. جمعة شلون ظهرك؟ وليه ابو هاشم بعد مسيخ؟ ايه والله. بامان الله. ذبل يا صاحودي ذبل، انا وكل دوا ما يصح،
حتى مخلول النيب عني لو صحت ما يصح من حيث انا مضروب ما بين الجوانح تبن وعالج الروح سري لما اموت انتبن لا تنهضم يا ابويا لا تنهضم للسبع لا تعن عالفا تبن واليوم حتى التبن للسبع ما يصح وانا اليوم ما حاولتش وقت تجي الليل يكونك فادي برد فادي وخلينا نشوف ضوء النهار لا تخلينا نتختم بالليل ما مش احسن من الليل وكان الليل يا حسين اكو شمس وعينها ما تتغطى بالغربي وانت ما جعلت تحسب للبعيد كل شيء حاسب حساب تجي تقول لك ساعة زمان مثل عند بوقي بوكا ويشرد هذا شلون حجي؟ لا تزعل مني أنا قبل الخوف ينهد كم مرة قدش لا تخافي احنا بعد ما نفترق كمان ما نفترق إلا ما تخاف يصير عندي شيء شاب يوم من زمان وذا بيهم أتفرقى انت لا تسوي نفسك غشيم متخليني أشتل نفسي ده صبت صبت شو شون تتفقش الليلة علينا ايه هاي هي انت بس تدور على ليلتك من عساها صادة بوجهي من عساني بالموت هاي شبيك اليوم ما تقليل شبيك اشو شنك الزاير مغمض ودك بالقاع مغمض ما مغمض هلا بدنا يوصل النتيجة اللي احنا وين رح نوصل هاي خوش طلابة ما من دار الحكي على الزاير حليمة ما تقليل شبيك اليوم انت تدري شكو هنا حليمة ابوي انتي يقعد شوي خلينا شمك وك شقعد شقعد وكم سودا انا عامل انت ما قاعد تكتب انا عامل ماي 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 باكر راح نشبع ماي ابو هاشم ان شاء الله باكر من الصبح
ناخذ مساحينا ونشيك سواجي الازرق. لا هاشم انا اول. سالفة ابو حميد اظن ما به. ها فينا غير العاصمة. موسى ابو علي احنا وبيت هامين راح نرحل الصبح. مين العاصمة؟ اي ولسه جعدنا شد غرابنا. شو دول كانكم سويتوها صقيت؟ سلام عليكم. عليكم السلام. هلا ابو حميد خلونا نقعد ونثبت لنا على رأيي. يلا
امشي. جنوب دوره بالسلف وتشوف ياهو العدة حصير خروش خشبة زايدة كلهم مريض من بيت ابو هاشم.
شن البرد طابلك؟ شنو؟ عظمك فراغ؟ لا اللي كان جوا على النار جاهد اشوفك صنفي من البريد وناسي نفسك ابوك ما ينسى نفسك الا صافن على الناس المهودات كم خير بيها كم رضي بوي حربت البيت جوهرة الوادي خليهم زينهم مشينهم والله يا ابني هم ما تقدر تحكم على الناس لكن خير دوم خير لكن ربي دوم ربي ايه وانت صادق انت مصدق جمعة وموسى وابو حميد يحفرون ويانا ما دام عمل الجوهرة وش قد ما يخدم غيره لابد ما ينصلح باطنه اش قد ما يكون لبي بفضلكم هاشم روح لهم الجماعة شوف من بعدهم يحفرون لو راحوا لأهلهم اخذلهم شوية حطب برضك وإذا يردون شاي هم ارجع اخذلهم الجديد. والله بنيتي بنادم لو نوة لابد ما تصدق بيده وش مدريس ما يكون الماي على بع الشبرين الملقح وحلو مثل الشكر نجي نعينك الله يدينك ابو هاشم يا ابي يا ابوي الله الله جاي تفرج على الزاير ابنه والله يا حسين انا حصلت ما بعد التحمل ابدال المطر كل يومين ثلاثه وضربتنا هويه كارسح لنا تراب قول للزاير وتشلب تشلب بسمار لبالك مالك كل دي على السلف هذا يقصر الشيخ براس ما يفتهمون حتى يلفط الاول والتالي الشاح شلون بعده انا اشتدت فعدنا يا الله
حتى نفسي على ذراعي. حسنا شكرا عبد النزل. حبك كبير مع ابوك لحظه كبير مش بعمل معي. حسنا تشعرين زهرة فرحانة ابن عمي إلي ابن عمي فرقا لباني ويا حسن أخ لو تصدق أجيب لي جوسل من الشمس وصب لي جهود أجعب لي السمد والقمري إنهيك ميدي الرضية وحطها بين يدك بتمنى دون ما فارق حسك يا جناح عيون الناس اكثر من جو الليل تدوخنت وما ادري ايش اقول بدل النور جنك وباب جواب ولسا كل شي تبدل حسين اشوف حسين هالليلة مرابط ويا ابوك امي فارقة ما انا خايفة من تاليتها ابوك ما عنده ذات ابني فلجنا خلني ادفيهم خلني ادفيهم لا تخلن دفن الشمس كم لا أتعليك ولا تجرنيش هاشم شنو جاتنا برنا بالليل ديوه أصيد لك دوفي وخلي الجواز نخلص فلشو الأمور تصفى ما صفت وما صفت احنا لا همالتنا يوم تعوان نروح عندك الصخرات اخاف ما حد يشوفني تعالي وياك مش انا بالليل ما اقدر اجي حليمة
ابو هاشم خلني من الكلام ما من انا وحالي بهدوء. الله يساعدك. قومي روح استراحي. والله كريم بلياش ما نسوى شيء. هذين انت راضى علي. هذا شلون حكي؟ اكو واحد ما يرضى على اخته؟ انت شو لك غرض من وجودي ولا قطع علي الزهرة الاخير داري خيته ويسأل عليها وش انت مشغول هواي ومثل انا ما عاتبك انت ما تدري نسوارك السبب جاعد تاكل وتشرب ويانا هالسبب ما جاعد تجي وتحكي لي وتسولف لي مثل الاول تتذكر شلون شنت كل سالفة صغيرة وكبيرة تلزمني وتسولف لي اياها هيجا اقول شنو درينا انت لقيت لك صديق جديد تسولف له زهرة مش انت اللي ردتيني اكل صابرني وش انا اختك مثل ما قلت والاخ ما يغث من اخته بعد ما فك الحرق وحكي زهرة خويا تذكرت امي وابوي زهرة انتي ما تعرفين انا اش كثر عزج خمولي بيج قلبي كبير يتحمل همي وهم كل الناس اللي بتديره خلي شوية تنسى كفي دموعك ولا تخليني اقول بتعمي اللي ربت وياي وعرفها زين لا تموتي من Thank you.
باستثناء المصيات لك. جبت لكم غدا. وين ابوي؟ راح لابو حميد ياخذ تتم. شو عجب طلع من البير؟ جمك مليت من البير. الناس ما عاد شغل عمل غير الشوالف. وين سالفه؟ مشكلة ولد الديرة وبناتها ربع شو؟ والله وبالله إلى أشوفك واجل يور سيرفي ويا من الدنيا وين كبت الشيخ؟ والله أبويا ماكو شيء، الفادي سنة من على يفوت. طيب هي يا عامل ما مو عامل بس وين يا ها؟ حسين غير شكل. حسين فاطمة مبين. الا هذا هو يشي ويشي هذا مثل ابوه وحسين بنه ايه بنه والله ابويا قاعد تظلمني والشغل والله وبالله اي لا تجيني اقل حكايه اهلا وسهلا السلام عليكم ولك عمرا اهلا ومرحبا يا الله ام حسنة ما سوينا شاي غريب حسين شلونك خير ان شاء الله انت بخير وين يجينا الخير واحنا جايين نشوف افهم المحن بويا انت مسوي لي القضية كلها طنطنة هسه ماكو شيء اذا تردونا من عين باكر نشد غريضاتنا ونشيل هذا ابوي قدامه قاعد يصير الحكي اول شيء خلي نخلص شغلاتنا واحده واحده ثامن خاخوي احكي واشرب الشاي وبعدين قول ابو حسين شو نشوف حسين سين مرت السنه تسلم عمي ولا كاية حكاية ما تلقى شاب ومشايف دنيا ومضطر للولايات هاي زينة معنا انت راضى عنه ليش هو ما يدري ايش كثر انا احبه بوي انا مش قايل لك عم هامل انا ويا مدفع مين اسكت انت هامل ها انا اريد حسنة لحسين وش السوم انا حاضر حسنة لا تصفن قلت لك شو تريد انا حاضر ادوشك ابو حسين وانا لا اعطيها مش خسران وياكم مو موضوع على عم نقوم حلالنا هنا واحد ومصيبتنا وحده كل مصيبه معكم انا وراسك العزيز بس توصل للولايه شو شلون اخلي ايدك فوق اللي يدير عشان جوز ترى اكسر روحي ما تقدر 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 انه على حسب ياخذها هاشم انا بختك ليش هاشم ليش؟ قال ما كنا اصحاب حق خليتنا متهومين قدام السلف وياهو راية خيرنا بهالسلف اشوف كل محزمة ومعاديتنا لا تتهم كل الناس بويا انت زلمة خير ولبالك كل الناس مثلك
ما تقول لي منه الجا وقال لك ابو هاشم خلى عندك. وانا لما بديت جتة تاني يجون ويحبوا راسي انه بالزايد تجهمت الوجوه وعاطت العيطة. وانت ولا لبالك يمك السالفة. اها دهمت. تريدني الزم توثية والتلاطة شوياهم مثل ما سويت ويا حسين. حسين مبل وانت جاي تهدي بالوادم. سالفة البير وقعتني على كثير حسبات الماجد تعرفها. وذول الناس اللي سهرت ليلك لخاطرهم وخلت سنين تدورهم من الدق ما تعرفهم زين. حتى حليمة. وش بيها حليمة؟ انا هسه وبعد استخطيها ولي نية لمها هي وفروخها. خوش خامل خوش آدمي وحسين خوش آدمي وأعوذ بالله منك يا لساني. ياهو القلق دول خوش وادم. بوي انت ذبيت رويحتك عالبير ولا كان داير ما يدورك ناس. انا تسعدني من يوم ما بدينا لليوم. كنت ما ادري شي يصير وش يجرب هالسلف. هاشم ابن ادم من يمشي بطريق طويل كل شي يشوف قدامه. والدنيا ما هي هينة. انا ما اقول لك كل واحد تشوفه تحبه من راسه. لا ابني لا. ولا كل الناس تلزم لهم تشماغ وتمشيهم على راتك. ابن ادم لازم ياخذ تجربة وخبر من الدنيا. ولا قل لي هنا الناس علي جاعد تدور غير على منفعتها ورزقها. ولا ماكو ماي الدقوم التهامش وواحد يمنخ الاخر. بالاول كل هاي ما كانت. ما كانت من حيث الكل مجضع وفاكة حلقها للسماء. لو هسه ما قاعد تفكرون لو حفروا وطلع ماي بعشلهم بالمطر اذا اجا ولا ما اجا. هاشم وانا ابوك ما الومك. وانا ابوك واحبك وانت تعرفني زين شلون خابر الدنيا. بويا انا ما جاي الومك واقول ان انت مقصر. لكن اتباع هالناس توخي. هاشم خل فكرك يمشي لك والصعبة تقول لا تصدق في يوم من الايام تقدر تسوي شيء اذا انت ما تنطل الناس وتاخذ منهم. الدنيا مثل المنشار تنطي. خل اروح اشوف طرشتنا ومحيس اللي شلون يداوينا. يا جماعة خلوني ابدي بالسالفة. بدوة خير يا ابو حميد. انا اقول هاشم ما طق واحد غريب. اشهد ما بالله صدق هاشم وحسين خوان. وبين الخوان ماكو شيء غير يطيع عليه ويراضيه. هاد كل اللي عندك ابو حميد. من كون ادري السالفة هيك كان ما جيت. تهدى تهدى يا محسن تهدى شوي. تريد بنت صالح ها؟ خوش والله خوش. سوايا هاشم ما حد سواها ابدا. ما هزينا هذيك تلبني وصالحه ها لا تطرمها. خل غريب يتعدى شوفهم شلون يشدون حزمهم سواه. والله يا جماعه ابن ادم ما يامن على روحه هنا. لا يا هامر انا ابدا ما اصير يعيش هنا بعد. وبسير صدق حسين تعذى. الله هاشم هم يحسبه مثل ابنك. داير انت شو تقول؟ والله ابو حميد انتم شو تفصلون؟ انا البس. هاي انفرمان تفضل من اللحام. حسن
انا اقول المخاتير اللي خسرتوها يتحملها الزايد والريب بس للبرو. هاشم وحسين خوان. هاشم وحسين خوان. ما يصير هذه، هاي مو لايحة منا. وضحت من أجلك الغالي، تمنيتك تجي وتجيب عالي، وتكسر جبرتي وردك الوالي. Thank you.
كله جد ماي.